دلوقتي هعمل ايه؟ هنعمل الكفته، وهنعمل الكفته بالقرفه. ومش معنى ان احنا بنعمل كفته بالقرفه يبقى هي قرفه بس في المقادير، لا ده احنا كمان هنشكلها على عيدان القرفه. هشكل الكفته على عيدان القرفه. تخيلوا كده لما الطراوه بتاعت اللحمه تتحط على العيدان القرفه الخشب وتتحط في الفرن وتبدا ان هي تتشرب منها وتاخد منها اكتر طعامه اكتر وتطعيمه زياده، تخيلوا الشكل نفسه يبقى عامل ازاي. التقديم نفسه لما نيجي نقدم كده الكفته وعليها عود ومتشكله على عود قرفه هيبقى عامله ازاي. تعالوا مع بعض دلوقتي كده نشوف مقادير الكفته بتاعتنا ايه. وانا بصراحه بحب ان كله يبقى في الكبه عشان يبقى كله يبقى ميه واحده، ما يبقاش في حاجه طالعه من صباع الكفته اللي احنا بنعمله. طيب عايزه ايه؟ عايزه كيلو لحمه مفرومه، كوبايه بقدونس مفروم، معلقتين كبار ثوم مفروم، معلقتين كبار فلفل احمر حامي مفروم ممكن نستغنى عنه، معايا بقسماط مطحون وده ممكن استخدمه وممكن ما استخدموش. زي ما بنتكلم على طول بترجع لنسبه الدهون اللي موجوده في اللحمه. معايا ايه كمان؟ بيضتين، معايا معلقتين كبار قرفه بودر، بابريكا وملح، والتشكيل على اعواد قرفه خشب بالشكل ده. طيب يلا بينا نشوف هنعمل ايه الاول، ايه قبل ايه. طيب بعمل ايه؟ بروح حاطه البقدونس، واروح حاطه الثوم، كده شايفين طبعا انا مش حاطه بصل، مش حاطه فيها بصل، ادي الفلفل، ادي البابريكا، وادي القرفه البودر. البيضتين مش هحطهم دلوقتي ولا هم ولا البقسماط، هخلط ده كله كده مع بعض الاول، واروح حاطه ملح وفلفل اسود، واخلط ده كله ناعم جدا علشان يبقى اما اجي انزل باللحمه تبقى كلها ميه واحده بالشكل ده. بسم الله. عيني خلطت الخليط كله كده. تعالوا بصوا شكله عامل ازاي يا احمد، بص المنظر. بصوا تحسوا ان مفيش سوائل، ليه؟ انا مش حاطه بصل. بصوا اكني خلطت توابل مع بعضها، والبقدونس طبعا متجفف وناشف فشكله زي الفل. طيب هبدا اعمل ايه؟ اروح حاطه بيضتين كده واخلطهم كويس جدا مع بعض، وبعد كده انزل باللحمه حته حته على الكبه علشان كله يبقى خليط واحد. طيب ارجع واقول نونا انت حاطه بقسماط، البقسماط ده هيتحط امتى؟ ما احنا قلنا احنا ممكن نحط البقسماط وممكن ما نحطوش على حسب الدهون اللي موجوده في اللحمه. طيب انت النهارده حاطه بيض، فمعنى كده ان اللحمه هتبقى مسيله، برده مش هحط دلوقتي ومش هكرر دلوقتي الا لما اطحن كله الاول مع بعضه، وبعد كده اشوف برده هحتاج البقسماط ولا مش هحتاجه. طيب هعمل كده. بسم الله. بصوا كده ادي حطينا كمية اللحمة ان شاء الله باذن الله، وهبدأ ان انا اضربها كلها مع بعضها لحد ما تتخلط مية واحدة تبقى ناعمة خالص، ونشوف بعد كده هل هي هتحتاج البقسماط ولا لا. بسم الله. كده اتخلطت كلها وبقت عجينه واحده.
طيب ابدا بقى اشوف دلوقتي هل انا محتاجه بقسماط ولا مش محتاجه، ولا هبدا ان انا اشكل على طول. بصوا بقى معايا حته البقسماط دي، انا ممكن افضي اللحمه من كبه في بوله وابدا اشوف محتاجه بقسماط هفضيه عليها واعجنه بايديا، مش شرط ان هو يبقى في الكب. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده انا شايفه ان هي مش محتاجه ولا بقسماط ولا محتاجه حاجه خالص. بصوا الله اكبر عليها، بصوا المنظر بتاعها عامل ازاي، شايفين؟ ولا مسيله ولا اي حاجه. طيب كل اللي انا محتاجاه دلوقتي بقى، انا كده مش هحتاج البقسماط خلاص. كل اللي انا محتاجاه هجيب زيت واحط شويه في بوله او في طبق صغنن كده وابدا اشكل بيه. طيب هتترص في صينيه عادي وهشتغل في الفرن، بس في تكايه هنا بقى انا لازم اتننى اقول لكم عليها. بص كده على الفرن يا احمد معايا، الفرن اللي ورايا ده هناك ده. بصوا انا حاطه ايه، صينيه ألمونيا بتسخن قوي، تسخن قوي تمام، وهروح قافله عليها كده عشان تكمل السخونيه بتاعتها. وهبدا ان انا اعمل ايه دلوقتي، كل اللي انا هعمله هبدا اشكل الكفته بتاعتي في طبق، ومره واحده اروح مطلعه الصينيه وابدا ارص فيها. ليه؟ علشان ليه هعمل حاجه زي كده؟ علشان انا عايزه الكفته كلها مجرد ما تنزل للصينيه تاخد صدمه، تاخد صدمه، لكن انا لو حطيتها في الصينيه وحطيتها في الفرن ممكن تسيل لي ميه، وانا مش عايزه حاجه زي كده. فعشان كده بقول لازم الصينيه تكون سخنه قوي. بصوا شكل اللحمه عامله ازاي، بص معايا يا احمد كده، بص يا سوسن، بصوا لون اللحمه نفسه عامل ازاي من التتبيله. بصي يا عبد الله معايا بصوا كده، ادي عود القرفه اهو، دهنت زيت وابدا ان انا اعمل كده، شايفين؟ انا هسيب جزء من العود بتاع القرفه وابدا ان انا اعمل كده، كده شايفين المنظر؟ انا عايزه حته من عود القرفه تكون ظاهره معايا، ادهن بزيت كده اهو. تخيلوا بقى لما تدخل الفرن اللحمه، انا طبعا حاطه قرفه في المقادير، وتخيلوا بقى لما تتطعم كمان بعيدان قرفه. طب يا نونا انا ما بحبش مثلا القرفه تبقى ظاهره معايا، وعايزه ان انا ما احطش فيها قرفه واحط على عيدان القرفه بس عشان القرفه تبقى التركيز بتاعها خفيف، ينفع؟ اه طبعا ينفع، ما عنديش اي مشكله. زي ما قلت لكم بنبدا ندهن عود القرفه، زيت بسيط كده من ايدينا، ونروح ماسكين الكفته كده وابدا ان انا اصبع عليه. زي ما انتم شايفين انا يا دوب بخلي حته من صباع هي اللي موجوده من صباع القرفه، وبكمل على الفاضي. يعني بصوا عود القرفه مش مكمل، وبروح اهو رصه في الطبق علشان اما ارص في الصينيه تمسك معانا على عود القرفه اهو. دهنت زيت بسيطه من اللي في ايديا واروح مكمله. بصوا كده هنصبع باقي الكفته ومش هحطها في الصينيه لما ترجعوا لي. ليه؟ علشان نسمع مع بعض الصدمه بتاعت اللحمه لما تنزل في الصينيه وهي سخنه. هنطلع الصينيه، الكفته بتاعتنا معموله دهنه زيت خفيفه، وبعد ما احطها في الصينيه وارصها هبدا ان انا ارش دهنه زيت برده كده على الوش علشان تبدا ان هي تسويها لي حلو، وهنشوف تسويتها في الفرن هتبقى عامله ازاي. كده اخر عود كفته معانا ناخد ده، وهجيب دلوقتي الصينيه وهي سخنه ونشوف التشطشه او الصدمه بتاعت الكفته هتبقى عامله ازاي. بسم الله انا هسيب هنا الزيت علشان هاخد منه شوية. بسم الله اسمعوا بقى كده معايا، اسمع صوت الطشطشة اللي هتحصل دي. بسم الله سامع؟ انا ما اتكلمتش ده حقيقي، سامعين صوت الطشطشه دي اللي انا عايزاها للكفته. علشان تديني الصدمه الحلوه، عايزه اقول لكم ان مجرد ما الكفته نزلت ريحه القرفه بدات تظهر من السخونيه بتاعه الصينيه، ريحه القرفه بدات تظهر.
بدأت ان هي كمان تشكشك اكنها محطوطه في الفرن. مش عارفه انت هتعرف تجيبها ولا لا يا احمد، بس شكلها تحفه يعني. الكفته فعلا من السخونيه بتاعت الصينيه تحس ان هي بتستوي. واعمل ايه؟ اروح عامله كده. بس اكتر من كده مش عايزه. واروح واخده درجه حراره 200، مش 180 ولا درجه متوسطه، لا 200. شايفين شكلها عامل ازاي؟ على درجه حراره 200 عشان ما تبكليش ميه وتبدا تستوي. بسم الله، ريحه الكفته هايله. بس يا احمد نونا، هو انت بقيت اللحمه اللي كنت عاملاها ومتبلاها وديتيها فين؟ حطيتها في صف الفرن. واوريكم شكلها دلوقتي عامل ازاي. عينيكم على القهوه يا شباب. ريحه الكفته عايزه اقول لكم بجد فظيعه. بالشكل ده كده. بصوا ده فتح سيكه من هنا من الجنب علشان عود القرفه اللي معمول بيه. عايزه اقول لكم ريحتها بجد تجنن.